بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يخرج ويصلي بقومه تلك الصلاة. معاذ رضي الله عنه فعل هذا من أجل رغبته في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحمل المشقة من أجل ذلك، فهذا فيه فضل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء معلوم. لكن المقصود من إيراد الحديث كونه يصلي بأصحابه تلك الصلاة، فيكرر الصلاة مرتين، هذا فيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الصلاة الأولى هي الفريضة التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الثانية نافلة في حقه، ولمن يصلون خلفه فريضة، فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، والعكس كذلك، صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وذلك من أجل توسعة في طلب الخير وكثرة العمل. الشاهد من الحديث صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا رضي الله عنه فعل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على جوازه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم. وهذا الحديث فيه أن الصحابة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في شدة الحر، وتكون الأرض حارة من أشعة الشمس، فإذا لم يستطع أحدهم السجود على الأرض من شدة الحرارة فإنه يسجد على ثوبه، يجعل بينه وبين حرارة الأرض وقاية،
دل هذا على أنه لا بأس أن يجعل الإنسان تحت جبهته ما يقيه من الأذى إذا سجد، أن تكون الأرض حارة أو فيها حصى أو شوك يتأذى به، فلا بأس أن يضع شيئا يقيه مما يؤذيه، لأنهم فعلوا ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بالصلاة حتى ينكسر الحر، وهذا الحديث يدل على أنهم يصلون في الحر. فما الجواب؟ الجواب أنه لا يلزم من الإبراد بالصلاة أن تذهب الحرارة نهائيا، أن تذهب الحرارة من الأرض نهائيا، بل يبقى منها شيء، فلا تعارض بين الحديثين، فيبرد بالصلاة في شدة الحر، وإن لم تزل الحرارة نهائيا من الأرض. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، الله جل وعلا أمر بأخذ الزينة عند الصلاة، قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فأمر بالستر لكل صلاة، خلاف ما عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة ويتقربون إلى الله بذلك. الله جل وعلا أنكر عليهم ووصف هذا بأنه فاحشة، فإذا فعلوا فاحشة يعني كشف العورة، قالوا: وجدنا عليها آباءنا يقلدون، ما عندهم إلا التقليد من غير دليل، ثم كذبوا على الله فقالوا: والله أمرنا به، وهذا كذب على الله سبحانه، ولذلك رد عليهم فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فاحشة وفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا إنكار أن ينسب إلى الله أو إلى رسوله شيء لم يصدر عنه، وهذا أعظم من الشرك، الكذب على الله أعظم من الشرك، لأن الله جعله في منزلة فوق الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم بين الذي يأمر الله: قل أمر ربي بالقسط، أي العدل كل شيء، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، إخلاص النية والعمل لله عز وجل. ثم قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد يعني كل صلاة، والزينة أقلها ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، والمرأة كلها عورة في الصلاة، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب فتكشف وجهها، وما عداه تستره كل، والرجل
الواجب عليه والشرط الذي لا بد منه مع الإمكان ستر ما بين السرة إلى الركبة. فإن صلى عريانا من غير عذر لم تصح صلاته. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة لم تصح صلاته، أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وإذا لبس اللباس الكامل على جسمه وتزين للصلاة فهذا أفضل، أقل شيء ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة. وإذا ستر جميع جسمه وتزين باللباس فهذا أفضل، ويدخل في قوله خذوا زينتكم. الزينة تشمل ستر العورة وتشمل ما هو أكثر منها. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد يعني القطعة الواحدة، عنده قطعة واحدة. وهذا فيه تفصيل، إن كانت القطعة واسعة فإنه يشتمل بها ويجعل منها على كتفه، على عاتقه يعني كتفه، يجعل منها على كتفه من أجل أن تثبت ولا تسقط. إذا كانت القطعة واسعة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. أما إذا كانت القطعة الواسعة منقسمة إلى قطعتين فإنه يجعل واحدة إزارا ويجعل الثانية رداء، يتزر ويرتدي. فالثوب الواسع إن كان قطعة واحدة فإنه يلتحف به ويجعل منه على كتفه، وإن كان الثوب الواسع قطعتين فإنه يتزر بواحدة ويرتدي الأخرى على كتفيه أو على كتفه. أما إذا لم يكن عنده إلا قطعة صغيرة فإنه يتزر بها، وإن كان ضيقا فاتزر به ولو بقي أعلى جسمه مكشوفا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وهذا جاء في الحديث: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على عاتقه منه شيء، عرفنا التعليل لماذا يكون على العاتق، لأجل يثبت ولا يسقط عند الحركة فتنكشف عورته. وهل هذا من باب الوجوب أنه لا بد يستر أحد كتفيه؟ ظاهر الحديث نعم، للأمر، قوله صلى الله عليه وسلم، للنهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. النهي يقتضي التحريم ووجوب ستر أحد الكتفين، وهذا مذهب الإمام أحمد معروف عنه أنه لا بد، وجماعة من المحدثين أنه يشترط ستر أحد العاتقين مع ستر العورة. والجمهور من أهل العلم أن هذا من باب الاستحباب، أن ستر أحد العاتقين من باب الاستحباب لا من باب الوجوب.
ولكن ظاهر الحديث الوجوب، ولكن قوله وإن كان ضيقا فليتزر، هذا دليل على أنه لو صلى مكشوف الكتف صلاته صحيحة، فهو دليل للجمهور. نعم. صلى الله عليك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا. خضرات، فيه خضرات. نعم. فيه خضرات من بقول. نعم. فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. نعم. تقدم لنا أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة على الرجال على الأعيان لأدلة كثيرة، وأن من صلى وحده من غير عذر قد ترك واجبا يأثم بتركه وتكون صلاته ناقصة نقصا عظيما. بعض العلماء يرى أنها لا تصح، لأن من شرط الصلاة عنده الجماعة، والجمهور على أنها واجبة وليست شرطا. هذا تقدم. وهذا الحديث فيه أن من أكل ثوما أو بصلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يدخل المسجد وأن يصلي مع الناس، لأن هذه الرائحة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، فمنع من أجل هذا، من أجل إزالة هذا المحذور. ويأثم بذلك تخلفه عن الجماعة، يأثم لأنه هو الذي تسبب في تخلفه. ليس معناه أن الجماعة تسقط عنه، بل معناه أنه تسبب في ترك صلاة الجماعة فيأثم بذلك. هذا يدل على أن من يذهب إلى الصلاة يحرص على أن يكون طيب الرائحة، فإن كانت فيه روائح من عرق أو وسخ فإنه يعالجها ويغتسل وينظف نفسه، وإن كانت لا تزول مثل الثوم والبصل هذا لا يزول، فهذا يقعد في بيته يصلي في بيته، وهذه عقوبة له لأنه حرم من صلاة الجماعة وارتكب الإثم في صلاته وحده. فهذا يدل على أهمية الحضور للمساجد والصلوات، لأن الإنسان يتهيأ بأن يكون طيب الرائحة فلا يكون فيه رائحة كريهة، وأن يتطيب إذا كان عنده طيب يستحب له أن يتطيب استعدادا لهذا الجمع العظيم وهذه العبادة العظيمة، فلا يأتي إلى الجماعة وهو يحمل معه روائح كريهة يؤذيهم ويؤذي الملائكة. هذا إذا كان هذه الروائح بسببه،
بسببه من أكل الثوم والبصل. ما إذا كانت الروائح ليست بسببه وإنما فيه مرض، فيه بخر في فمه أو فيه روائح بغير اختياره، فهذا موضع النظر والخلاف بين أهل العلم. ما دام أنه بغير سببه فهو معذور ولا يترك الجماعة، لكن عليه أنه يعالج مهما أمكن، يعالج زوال الرائحة أو على الأقل مقاومة الرائحة بالطيب. أما الذي يأكل الثوم والبصل فهذا هو الذي تعمد هذا الشيء وجلبه إلى نفسه، فهذا يأثم كل حال. ومثله الذي يشرب الدخان ويأتي بروائح كريهة في نفسه وفي فمه في بدنه، ما نقول يترك الصلاة الجماعة، بل عليه قبل أن يأتي أن يعالج هذه الرائحة. أولا يجب عليه التوبة من شرب الدخان، يجب عليه لأن الدخان محرم، فلا يستمر معه بل يتركه ويتوب إلى الله عز وجل وينقذ نفسه من هذا الداء الخبيث. ومع هذا إذا كان فيه رائحة باقية عليه فيعالجها، يزيلها بالطيب وباستعمال المنظف في الفم، هيجي إلى الصلاة تتصاعد منه الروائح الكريهة يؤذي المصلين. أحياناً لا تطيق القيام بجانبه، لا تطيق القيام بجانبه، تحاول تقطع الصلاة لأنه يصيبك إغماء ويصيبك غثيان من رائحته، هذه أذية، فعليه أن يتوب إلى الله من ترك الدخان، وعليه أن لا يذهب إلى المسجد وهو يحمل هذه الرائحة الخبيثة، بل يترك الدخان ويعالج أثره بالنظافة وباستعمال الطيب، الروائح الطيبة. وكذلك الذين يأتون من الأعمال، يأتون من الأعمال في المصانع والورش وعليهم روائح الحديد وروائح الزيت وروائح، ينبغي أن يكون لهم ثياب للصلاة، إذا أراد يروح يصلي يصير عنده ثوب نظيف ولا فيه رائحة ويلبسه، فإذا جاء للعمل يصير فيه ثوب للعمل، يجعل ثوبا للعمل، فإذا أراد أنه ينتهي العمل أو يروح للصلاة يخلع ثوب العمل ويلبس ثوبا نظيفا، يعتني بنفسه ولا يضايق الناس في مساجدهم وفي مجالسهم لروائحه. بغي الإنسان أنه يكون عنده إحساس، عنده إنسانية، ما يكون الإنسان مثل البهيمة ما يلتفت لنفسه ويتجنب الروائح الكريهة. الناس يكرهونه وإن جاملوا معه، إلا أنهم يكرهون الجلوس معه والصلاة إلى جانبه، ربما يحملهم على الإثم في أنهم يبغضونه بسبب هذا الصنيع، فيتفطن المسلم لهذا الأمر. وفي آخر الحديث ما يدل على أنه إذا طبخ البصل والبقولات طبخت يجوز أكلها، لأنه تنقطع رائحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب له القدر فيه الخضرات مطبوخة، لأن اللي يكون في القدر يكون مطبوخا، لما قرب له القدر المطبوخ فيه خضرات من البقول وجد لها رائحة فكرهها صلى الله عليه وسلم وامتنع من أكلها، وأمر أحد أصحابه أن يأكلها، قربوها إليه،
لكن الصحابي لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تركها توقف عن أكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الثوم والبصل حتى ولو طبخ، لأنه صلى الله عليه وسلم له خاصية في أنه يناجي من لا يناجيه غيره من الناس. فدل هذا على أنه إذا طبخ البصل والثوم أنه لا بأس أن يأكل منه الإنسان لأنه تذهب رائحته. نعم. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث مؤكد للحديث الذي قبله، وفيه زيادة أكل الكراث، وفيه التعليل، تعليل في نهيه عن المسجد لأنه يؤذي الملائكة، لأن المساجد مأوى الملائكة، يحضرون عند الصلاة وعند تلاوة القرآن، عند ذكر الله عز وجل، وعند حلق الذكر. المساجد مأوى الملائكة وملتقى الملائكة، وهم يتأذون مما يتأذى منه الإنسان من الروائح الكريهة، فيكون النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث معللاً بعلتين. العلة الأولى أن المصلين يتأذون بذلك، العلة الثانية أن الملائكة أيضاً تتأذى بذلك، فيتجنب المسلم ما فيه رائحة كريهة عند دخول المسجد. هذا فيه احترام المساجد والاستعداد لها بالروائح الطيبة والنظافة، وفيه بيان علة النهي وهو أن الملائكة تتأذى بهذه الرائحة، وفيه تحريم أذية المسلمين وأذية الملائكة. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية الملائكة وأذية المصلين من أذية المؤمنين، قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فيتجنب المسلم أذية الملائكة وأذية إخوانه من المسلمين. نعم. باب التشهد. نعم، التشهد يعني في الصلاة، التشهد هو الإتيان بالشهادتين في الصلاة، وهو نوعان: التشهد الأول بعد الركعتين من الرباعية أو الثلاثية، والتشهد الأخير. ماذا يقال في جلسة التشهد؟ هذه الأحاديث فيها بيان ما يقوله المسلم في جلسته للتشهد. والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل
التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، وأن كف ابن مسعود بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم حال تعليمه إياه، مما يدل على تأكد هذا الحديث وصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث حظي بهذا الشرف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، علمني التشهد كما يكفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن، فهذا فيها أكدية التشهد. وهذا التشهد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لفظها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذا يكون في التشهد الأول، وفي التشهد الأخير يأتي بهذا اللفظ، وهذا هو تشهد ابن مسعود المشهور عند أهل العلم، وهو آكد أنواع التشهد. هناك تشهد ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد تحيات لله، التحيات لله المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن عباس، هذا أيضا صحيح، إذا تشهد به المسلم أجزأ، ولكن تشهد ابن مسعود أكمل وأشمل، وهو المختار عند أهل العلم، ولو تشهد بتشهد ابن عباس أجزأه ذلك. فقولها التحيات أي التعظيمات، تحيات أي التعظيمات لله عز وجل، جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، من الركوع والسجود والانحناء وجميع ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى. والصلوات، الصلوات الخمس لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين. الصلوات لله جل وعلا، عبادة لله، هي عبادة لله، وهي نفع للعبد، فائدتها للناس، وهي عبادة لله جل وعلا. وقيل المراد بالصلوات الرحمة، لأن الرحمة تسمى صلاة، وقيل المراد بالصلوات الدعوات، والدعاء يسمى أيضا صلاة، ولا تنافي بين الأقوال، يعني جميع الصلوات، سواء كانت الصلوات ذوات الركوع والسجود أو الدعوات أو الرحمات، كله لله سبحانه وتعالى. والطيبات أي الكلمات الطيبات، الكلمات الطيبات، والثناء والشكر والتسبيح والتهليل والتكبير، كله لله سبحانه وتعالى، الكلام الطيب كله لله.
إليه يصعد الكلم الطيب، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله جل وعلا طيب ويقبل الطيبات من الأعمال والأقوال والأفعال المشروعة كلها طيبات. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، قيل السلام من أسماء الله أي اسم الله عليك، وهو تعويذ للرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل السلام بمعنى السلامة، فهو دعاء، دعاء بالسلامة للرسول صلى الله عليه وسلم. أيها النبي، هذا خطاب، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن حاضرا، ولو كان ميتا عليه الصلاة والسلام فنبقى على هذا الخطاب، أيها النبي، سواء كان حيا أو ميتا، لأنه علمنا هذا فنبقى عليه، خلاف من يقول إنه بعد موته لا يقال السلام عليك أيها النبي بالخطاب، وإنما يقال السلام على النبي. فهذا الحديث يدل على أنه لا مانع أن يقال أيها النبي، أنه لا مانع من الخطاب، السلام عليك أيها النبي. والنبي الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الرسول، نبي رسول عليه الصلاة والسلام، هو نبي الله وهو رسول الله. السلام عليك أيها النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينادى باسمه أبدا، لا يقال يا محمد، والله لم يناده باسمه أبدا، ما قال يا محمد، وإنما يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لم يرد في نداء الله له إلا باسم الرسالة أو اسم النبوة، وإنما يأتي اسمه في الإخبار عنه، في الإخبار فقط، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله، محمد رسول، هذا من باب الإخبار، ما هو من باب المنادات. ففي الإخبار يأتي اسمه الصريح، وأما في النداء فيأتي وصفه عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة تكريما له عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأنبياء من قبله، فإن الله يناديهم بأسمائه، يا موسى، يا عيسى، يا آدم، يا يحيى، ناداهم بأسمائهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يناده باسمه تكريما له، تشريفا له، وإنما خاطبه باسم النبوة والرسالة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي ورحمة الله عليك وبركاته، كما في قوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. السلام علينا، هذا يسلم على نفسه وعلى الحاضرين، السلام علينا سلام على نفسه وعلى الحاضرين من المسلمين، وعلى عباد الله الصالحين سلام على كل مؤمن في السماء والأرض حيا وميتا، عام على عباد الله الصالحين، سلم على كل مسلم وكل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة والآدميين والجن أحياء أو أموات. وهذا فيه أن المسلمين أمة واحدة، يدعو بعضهم لبعض وينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، أمة واحدة وجسد واحد وبنيان واحد،
لا تجوز البغضة بينهم والقطيعة والشحنة، بل يجب بينهم المحبة والتواصل والولاء لهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعلى عباد الله الصالحين. ثم أتى بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر وأعترف، أقر وأعترف وأنطق بأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا نفي لعبادة ما سوى الله، وإبطال لعبادة ما سوى الله، وإثبات للعبادة لله عز وجل، هذا معناه. وإذا قال ذلك يلتزم به، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله. أما الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يذبح للأموات ويستغيث بالأموات ويستنجد بالمقبورين، فهذا أبطل شهادته أن لا إله إلا الله، أبطلها ونقضها والعياذ بالله. فليست أشهد أن لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال باللسان، ولكنها كلمة لها معنى ولها مقتضى، لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، حتى تكون قد شهدت أن لا إله إلا الله حقا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف وأنطق بلساني لأن محمدا رسول الله، محمد بن عبد الله الهاشمي المطلبي رسول الله، تشهد له بالرسالة ظاهرا وباطنا. ومعنى هذا أن تلتزم بطاعته والاقتداء به ومحبته عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد له تشهد أنه رسول الله، ولكن تعمل على خلاف ما يقول ويأمر، تتبع هواك، تتبع أقوال المضلين والمخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي هذا، شهادة أن محمد رسول الله لها معنى ولها مقتضى أيضا، مقتضاها الاتباع والطاعة والامتثال والاقتداء والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. عبده، هذا فيه رد للغلو، فهو عبد عليه الصلاة والسلام، عبد لله، عبد لله، ليس ربا وليس له من الملك شيء، والتصرف في الكون إنما هو لله جل وعلا. والرسول عبد، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. الله جل وعلا وصفه بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام الإنزال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية هي أشرف المقامات، أشرف المقامات. فالرسول عبد وليس ربا وليس إلها، وإنما هو عبد. ورسولها، هذا رد على المكذبين بالرسالة، المكذبين برسالته صلى الله عليه وسلم. فقوله عبد الله عبده ورسوله، هذا فيه نفي للإفراط والتفريط، الإفراط بالغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، وترك طاعته وعدم الإقرار برسالته. ليس معنى أنه عبد
أنه مثل سائر العبيد، بل هو عبد رسول عليه الصلاة والسلام، يجب طاعته، امتثال أمره والاقتداء به، ليس عبدا كسائر العبيد، بل هو عبد الرسول يطاع ويتبع ويقتدى به صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التشهد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة من قبل يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، الصلوات والطيبات إلى آخره، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح، بدل ما تقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا يكفي لكل عبد صالح في السماء والأرض. نعم. نعم. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل. هذا إذا قعد، هذا فيه دليل على شرط الجلوس، أنه يأتي بالتشهد وهو جالس، لا يأتي به وهو قائم أو راكع أو ساجد. فالتشهد والجلوس له، الجلوس ركن، ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، أما في التشهد الأول فالجلوس واجب من واجبات الصلاة. نعم. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل. أي نعم. التحيات لله، وذكره وفيه. نعم. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. بدل أن تقولوا السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، بدلا من ذلك قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبدل السلام على الله تقول التحيات لله. نعم. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. نعم. وفي هذه الرواية أنه بعد ما تأتي بالتشهد، التشهد الأخير، فإنك تدعو الله عز وجل بما يسر الله لك من أمور دينك ودنياك. بعد ما تأتي بالتشهد قبل السلام تدعو الله عز وجل وتكثر من الدعاء، لأن هذا من مواطن الإجابة. ولم يعين صلى الله عليه وسلم دعاء، بل فتح الباب لكل مسلم أن يدعو الله بحاجاته في دينه ودنياه، إلا أنه جاء يأتي في الحديث أن الرسول عين بعض الأدعية، مثل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، فتأتي بما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم وتزيد عليه ما تيسر. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التسليم عرفناه في حديث ابن مسعود، التسليم عرفناه في حديث ابن مسعود. أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فلما سألوه كيف يصلون عليه بيّن لهم ذلك في هذا الحديث، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وفي رواية اللهم وفي رواية كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فجاء بلفظ إبراهيم مع الآل مع آله. فهذا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ اللهم صل على محمد، إيش معناها؟ قالوا الصلاة من الله ثناؤه على عبده، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة الاستغفار، صلاة الملائكة للآدميين الاستغفار لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فصلاة الملائكة على المؤمنين الاستغفار لهم. وصلاتنا للرسول على الرسول أو على غيره معناها الدعاء، ندعو لهم. فندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بكل خير وبكل بر، لأنه صلى الله عليه وسلم كل خير وصل إلينا فهو عن طريقه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي دلنا على الله وعلى جنته وعلى عبادة الله. ما عرفنا هذه الأمور إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحقه علينا أن نصلي عليه بأن ندعو له عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا في التشهد الأخير. التشهد الأول سبق، التشهد الأخير تأتي بهذا إضافة إلى التشهد الأول، تأتي بالتشهد الأول وتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. نعم، بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير يدعو ويأتي بها بالتعوذ بالله من هذه الأربع. أعوذ، والتعوذ معناه الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل. أعوذ بالله من عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، النار لها أسماء كثيرة: جهنم وسقر والهاوية ولظى، لها أسماء كثيرة والعياذ بالله. أعوذ بالله من عذاب جهنم أي النار، وعذابها شديد والعياذ بالله، حرها شديد، وجميع أنواع الآلام والأسقام والأمراض والمؤذيات كلها في النار والعياذ بالله. أعوذ بالله من عذاب جهنم، عذاب يشمل كل عذاب في جهنم: العذاب النفسي والعذاب الجسمي وجميع أنواع العذاب. أعوذ بالله من عذاب جهنم. فإذا أعاذك الله من عذاب جهنم فإنك تكون من الفائزين، نجوت منها. أعوذ بالله من عذاب جهنم، هذه واحدة. الثانية من عذاب القبر، هذا فيه إثبات عذاب القبر، فإن الإنسان إذا وضع في قبره إن كان من أهل الإيمان فإنه يفسح له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤتى بفراش من الجنة ويضاء له في قبره، ينور له في قبره، ويصبح في روضة من رياض الجنة. أما إن كان من أهل الشقاوة فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه
ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله، ويكون في حفرة من حفر النار. وعذاب القبر متواتر في الأحاديث، بل وفي القرآن: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ في القبر. هذا في القبر دائما في الصباح والمساء يعرضون على النار، هذا في القبر والبرزخ. فعذاب القبر ثابت وعليه أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا المبتدعة كالمعتزلة الذين يحكمون عقولهم، يقولون لو حفرنا القبر ما شفنا فيه جنة ولا شفنا فيه نار، وجدناه كما وضعناه أو يكون ترابا. فنقول أمور الآخرة ليست تقاس بأمور الدنيا، أنتم في الدنيا وهو في الآخرة، أنتم في دار وهو في دار، وأمور الآخرة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. فقد يكون في روضة من رياض الجنة وأنتم لا تشعرون، وقد يكون في حفرة من حفر النار وأنتم لا تشعرون بذلك، لأن الله غيب عنا أمور الآخرة. فإذا صرتم إلى القبر عرفتم هذا، أما أنتم في عالم وهم في عالم تقولون ما هم في عالمكم، هم في عالم آخر لا تدرون عنهم. وأمور الآخرة وأمور الغيب لا دخل للعقول فيها، نسلم بما جاء فيها ولا نتدخل بعقولنا فيها أبدا. هذا الشيء ما تدركه العقول. وأيضا هم ليسوا في الدنيا وإنما هم في عالم الآخرة، في عالم غير عالمنا. فنحن نتوقف عن تحكيم العقول في أمور الآخرة، إنما تبنى على الدليل، ما جاء في الكتاب والسنة نؤمن بذلك ونسلم له. والله على كل شيء قدير، يقدر أن يوصل العذاب إلى هذا الميت وأنت ما تدري، أو النعيم إليه وأنت ما تدري. فسبب ضلالهم أنهم يحكمون العقول ولا يتبعون النصوص، وهذا من آفات، هذا من آفات عدم تحكيم الكتاب والسنة والاعتماد على العقول، هذا اللي سبب لهم. والذي ينكر عذاب القبر كافر، لأنه منكر لما تواترت به الأدلة. الذي ينكر شيئا متواترا يكون كافرا، فإذا كان يعلم هذا فهو كافر، أما إذا كان مقلدا لغيره وجاهلا فهذا يكون ضالا، يحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر نظرا لتأويله أو لجهله في هذا الأمر. لكن الأمر خطير جدا، وأمور الآخرة لا يجوز لنا أن نتدخل فيها، مبناها على التسليم والانقياد فقط. من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا، فتنة المحيا، الفتنة الاختبار والابتلاء، والمحيا المراد به العمر، حياة الدنيا، ما دمت على قيد الحياة فأنت معرض للفتن، معرض للفتن والضلال والانحراف، خصوصا كل ما تأخر الزمان تشتد الفتن والانحراف، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فالفتن شديدة في آخر الزمان. والإنسان ما دام على قيد الحياة فلا يأمن من الفتنة والانحراف والضلال. كم رأينا من مستقيم مطيع انحرف وضل والعياذ بالله بسبب الفتن، بسبب الفتن ودعاة الضلال. فالمسلم يسأل الله الثبات على دينه، السلامة من فتنة المحيا، يعني فتنة الحياة. والممات قيل معناه ما يعرض للإنسان عند موته من سوء الخاتمة، فإن الإنسان قد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله، فيموت على الشقاء والأعمال
بالخواتيم، يفتن عند موته فيرتد عن دينه ويختم له بخاتمة أهل النار، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما في الحديث عند موته. فعند الموت يحصل فتنة عظيمة على المحتضر. وقيل المراد فتنة الممات ما يكون في القبر من سؤال منكر ونكير وما يعقب ذلك من عذاب النار في القبر الذي سمعتم طرفا منه. ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال، الدجال من الدجل وهو الكذب، والدجال هو المبالغ في الدجل الكذب، سمي دجالا لكثرة كذبه، وهو رجل يخرج في آخر الزمان خروجه من علامات الساعة، يخرج من اليهود ويتبعه اليهود وهو أعور، ومعه فتنة عظيمة، ومعه جنة ونار، ومعه فتن عظيمة يضل بسببه كثير من الناس ولا يثبت إلا أهل الإيمان، وخروجه من علامات الساعة، وإذا خرج حصل بسببه فتنة عظيمة. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله ويخلص الناس من شره، ويدعي الألوهية، يدعي أنه هو الله، لأن عنده فتن، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويعمل أعمال، ومعه جنة ونار في صورتها أنها جنة وهي نار، وفي صورتها أنها نار وهي جنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول إنه نار هو الجنة، والذي يقول إنه الجنة هو النار. هذا من شدة الفتنة التي يحملها هذا الرجل. فإذا ظهر حصل على الناس فتنة عظيمة، وارتد كثير من الناس عن دينهم واتبعوه إلا من حفظه الله، ففتنته خطيرة جدا. وسمي المسيح قيل لأن عينه ممسوحة، أعور عينه ممسوحة، وقيل سمي المسيح لسرعة مشيه في الأرض، إنه يقطع الأرض والمسافات بسرعة، فسمي المسيح شدة في سيره في الأرض. وأما المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذا مسيح الهداية، أما المسيح الدجال فهو مسيح الضلالة. والمسيح عيسى بن مريم سمي بذلك لأنه يمسح على المريض وعلى ذي العاهة فيبرأ، أعطاه الله شفاء المرضى وإحياء الموتى، معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا مسح على ذي العاهة بري، يبرئ الأكمة وهو الذي لا يبصر ويصبح يبصر، والأبرص، البرص ما يمكن علاجه أبداً، جميع العالم ما يمكن يعالجون البرص، عيسى بن مريم عليه السلام أعطي شفاء الأبرص فإذا مسح عليه شفاه الله وذهب عنه البرص. هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. سمي المسيح لأنه يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله، هذا الفرق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من فاتته صلاة العصر أو المغرب ثم دخل المسجد فما حكم الصلاة معه على اعتبار أنها نافلة لي؟ نعم، لا بأس. إذا كان يصلي وحده فإنك تصلي معه من أجل يكونون جماعة بدل أنه يصلي منفردا، وتكون لك نافلة وله فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل والناس قد صلوا قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز قطع الصلاة إذا كان الذي بجانبي رائحته كريهة؟ لا، تصبر، ما تقطع الصلاة، تصبر على هذا ولا تقطع الصلاة. لا يجوز قطع الصلاة إلا عند الضرورة، مثل إنقاذ إنسان من هلكة، ما تتأخر لأجل إنقاذه،
فلا يجوز قطع الصلاة من أجله. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: مرة كان معي شخص وكان في ورشة وأتى صلاة الظهر فرفض أن يصلي وأخرها إلى عودته إلى البيت بحجة أن ملابسه غير نظيفة وهي بالأمس مغسولة، فما الحكم؟ ما يشترط لصحة الصلاة نظافة الملابس، إنما يشترط لها الطهارة، يصلي ولو كانت ثيابه غير نظيفة. وقلنا لو أنه جعل له ثياب ثوب للصلاة وثوب للعمل كان هذا أحسن وأتم. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: إذا كنا مجموعة شباب خرجنا للبر وجميعنا أكلنا بصل، فهل نصلي جماعة أو كلا على حدة؟ الكلام في المسجد، لا تدخل المسجد وأنت أكلت بصلا، أما تصلون جماعة في البر أو خارج المسجد ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصلي المدخن والدخان في جيبه؟ نعم يصلي، يعني بعد يترك الصلاة إضافة إلى الدخان، لا صلي ويتوب من الدخان. والدخان ليس نجسا، هو حرام لكنه ليس بنجس، فلو صلى ومعه دخان صلاته صحيحة، لكن يأثم على شرب الدخان وعلى حمله ونقله معه، يأثم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية أكل البصل والثوم عندهم شيء لا يستنكر، بل هم يستعملونه دائما، فهل يأثم ويصلي في بيته؟ ينهون عن ذلك ويبين لهم، يجهلون السنة، يبين لهم هذا وتقرأ عليهم الأحاديث لعلهم يتركون هذه العادة السيئة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها مع وجود الحنة في الرأس؟ اي نعم، الحنة ما يمنع الماء، إذا مسح عليه ينزل الماء على الشعر، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: السلام على عباد الله الصالحين، هل هم من عصر آدم عليه السلام؟ يقول: السلام على عباد الله الصالحين. اي نعم. هل هم من عصر آدم عليه السلام؟ كل عبد صالح من عصر آدم إلى آخر الدنيا، إلى آخر الدنيا يشملهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يقول إن قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فيقول السلام على النبي، فهل هذا صحيح؟ أشرنا إلى هذا، سمعتم الكلام، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. الحديث عام: قولوا السلام عليك أيها النبي، ولم يخصص صلى الله عليه وسلم زمنا، ما قال في حياتي. نعم، هذا قول شاذ، اللي يقول لا تقول السلام عليك أيها النبي هذا قول شاذ. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن أئمة المساجد قد حددت الوزارة لنا وقتا محدد بين الأذان والإقامة، فهل لنا أن نؤخر الإقامة حتى الإبراد أو نترك السنة كي لا نؤخر الناس؟ الناس ما يقيلون الآن، تأخير الإبراد هذا يوم الناس يقيلون قبل الظهر، أما الآن الناس ما يقيلون فتغير الوضع، فصلوا كما حددت لكم الوزارة، لأن الناس كلهم في الأعمال وخارج البيوت، ما نحد الآن يقيل قبل الظهر إلا إن كان مريض. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إنني أسكن مع رجل يقول إنني أسكن مع رجل إذا كان نائما لا يصلي وتنتهي الصلاة وهو نائم، وقبل ذهابي إلى المسجد أخبره بوقت الصلاة ولا يقوم، أما إذا كان صاحيا فيصلي، فما الحكم وما حكم السكن معه؟ إن كان سكنك معه تعينه على الاستيقاظ والصلاة هذا طيب، تؤجر على هذا، تصبر. أما إذا كان سكنك معه ما يؤثر فيه ولا يغير من عادته فلا تسكن معه،
الله وسع الأرض، اسكن في مكان آخر. نعم. ولا تصاحب إنسانا يتكاسل عن الصلاة لئلا يؤثر عليك، ربما يؤثر عليك أو على أولادك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المراد بالزينة التجمل من لبس للعقال وغيرها؟ المراد بالزينة اتخاذ ما يتزين به من اللباس من العقال أو غيره، كل ما يتزين به ويتجمل به كل وقت بحسبه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يذكر في التشهد الأول؟ نعم. يقول: هل يذكر في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إيش؟ هل يذكر أو يذكر في التشهد الأول الصلاة على النبي، أم يكتفي بالتشهد فقط؟ الجمهور على أنه يكتفي بالتشهد، وذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي به أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: هل يدعو قبل السلام ولو أطال في ذلك؟ هل يدعو قبل السلام ولو أطال في ذلك؟ نعم، يدعو ولو أطال. طيب، الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا، فيكثر من الدعاء قبل السلام، إلا إذا كان إماما، إذا كان إماما فلا يشق على المأمومين، أما إذا كان يصلي وحده فلا بأس أن يطيل الدعاء قبل السلام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يرفع المسلم سبابته في التشهد، وهل لها صفة معينة؟ عند الدعاء يرفع سبابته عند الدعاء، كل ما يدعو يرفع السبابة، إشارة إلى الوحدانية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان لدي مناسبة وحضر عندي بعض كبار السن والمسجد يبعد عنا، إذا كان لدي مناسبة وحضر عندي بعض كبار السن والمسجد يبعد عنا 350 إلى 400 متر، فيحتاج كبار السن إلى سيارة لنقلهم إلى المسجد، فماذا يجب علي والحالة هذه؟ الحال أن النشيط يذهب ويصلي بالمسجد، والشايب كبير السن اللي يشق عليه إلا بسيارة يصلي في البيت، أما النشيط يذهب إلى الصلاة في المسجد. نعم. والثقيل والمريض والمسجد بعيد ويحتاج إلى ركوب، إذا ما حصل له مركوب يصلي في البيت. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لدي استفسار عن صندوق يباع في المحلات التجارية، يسمى صندوق للألعاب. صندوق الألعاب. أي نعم. وفيه علب صغيرة، في كل علبة لعبة معينة، وقيمة هذا الصندوق 20 أو 16 ريال، وهذه الألعاب قيمتها مقاربة لسعر الصندوق. وش السؤال عنه؟ يقول: ما حكم هذا؟ إذا كانت الألعاب هذه ما فيها شيء محرم، ما فيها صور ذوات أرواح، والأطفال بحاجة إليها لتسليتهم، ما في مانع. نعم. أما إن كان فيها صور ذوات أرواح فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى بعض الناس أثناء الصلاة يضع غترته تحت جبهته في السجود وهو في المسجد، فما الحكم؟ إذا كان له سبب أن الفراش أو المصلى ما هو بنظيف، ويضع أو فيه رائحة كريهة ويضع غترته من أجل توقع، هذا ما في بأس. أما إذا كان ما في سبب فيكره، يقولون يكره أن يخص جبهته بشيء دون سائر بدنه، لأن هذا شعار الشيعة، إلا إذا كان هناك سبب مثل حرارة أو شوك أو ما هو بنظيف المحل، ما هو بنظيف أو في رائحة كريهة. نعم، إذا كان له سبب صحيح فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تجوز الصلاة بما يسمى اليوم بالفنيلة العلاقي؟ إذا كان ساترا لعورته الفنيلة تقوم مقام الرداء، تستر الكتفين،
هي في مقام الرداء الذي فوق الإزار لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: مجموعة من الشباب في شهر رمضان سافروا من مدينتهم إلى مدينة أخرى ليعتكفوا في أحد المساجد، فهل يعتبر هذا من شد الرحال المنهي عنه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز يسافر لأجل الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لا يسافر لمسجد من المساجد لأجل الصلاة أو لأجل العبادة أو لأجل الاعتكاف فيه، هذه بدعة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا حصر يفيد المنع من غيرها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان الإنسان في عمرة وهو مضطبع، فهل يجوز له أن يصلي في هذه الحالة؟ نعم، لكن الاضطباع ما هو مشروع إلا في الطواف، ما هو مشروع في الصلاة، يشرع في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. أما في غير خارج الطواف فيجعل الرداء على كتفه، لكن لو صلى وهو مضطبع صلاته صحيحة لا بأس، وهو ساتر لأحد الكتفين. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.